أولا تحية طيبة لجميع المشاركين في مسابقة تحدي القراءة. هذه الحلقة أخصصها للإجابة على تساؤلاتكم، خصوصا فيما يتعلق باختيار أو اقتراح كتب للقراءة. كما تعلمون، هناك مجموعة من المعايير لاختيار الكتب للقراءة في تحدي القراءة. أولا، هذه المسابقة مقسمة إلى فئات عمرية. لدينا كما قلنا 4 فئات، كل فئة تختار الكتب أو القصص التي تناسبها. هنا أود أن أقترح بعض القصص للأطفال، خصوصا لتلاميذ الابتدائي، لأن هذه الفئة بحاجة إلى كتب تناسب سنها. لدينا على الإنترنت مجموعة من المواقع التي تقدم كتب، بعضها مترجم وبعضها مؤلف باللغة العربية. هذه الكتب يمكن تحميلها، فقط يجب أن نراعي السن. الأطفال من السنة الأولى إلى السنة الثالثة ابتدائي تختار لهم قصص صغيرة جدا لا تتجاوز 15 صفحة. من السنة الثالثة إلى السنة السادسة تختار لهم قصص من 15 صفحة إلى 30 صفحة. عموما، هنا كما تلاحظون لدينا مجموعة من القصص المناسبة لمختلف الأعمار حسب حجمها. لدي كذلك هنا في هذا الموقع مجموعة من القصص المتنوعة. لدينا هنا حكايات، ولدينا أطفال الغابة كما تلاحظون، لدينا الأنف العجيب، لدينا جحا والحمار، إلى غير ذلك. هذه الكتب التي أقترحها، طبعا هي كتب أقترحها للآباء على الخصوص لكي يشجعوا أبنائهم على القراءة، لأن المعضلة الكبيرة هي أن الآباء لا يشترون لأبنائهم الكتب والقصص، كما أنهم لا يستغلون التقنيات المتوفرة لديهم لتحميل الكتب. من جهة أخرى، بالنسبة للأطفال، أو بالنسبة عفوا التلاميذ من المستويات العليا الإعدادي والثانوي، أقترح مجموعة من الكتب، خصوصا الكتب العلمية. دائما ما يطرح إشكال الكتب خارج التخصصات الأدبية، لأنه إلى حد ما هناك وفرة في الكتب الدينية والكتب الأدبية لدينا في الوطن العربي، ولكن هناك حاجة إلى الكتب العلمية. وبالتالي هنا أتحدث أو أقترح لائحة بكتب علمية، لائحة لمجموعة من الكتب العلمية. الكتاب الأول لدينا هنا كتاب الإنسان والفيروسات. طبعا هذه اللائحة جميع العناوين الموجودة فيها تجدونها على الإنترنت، يمكنكم أن تقوموا بتحميلها. الكتاب الأول هو الإنسان والفيروسات، كتاب في علم الفيروسات لا يتجاوز حجمه 70 صفحة. لدينا كذلك هنا كتاب قانون تسلسل الأحداث، والكتاب الثالث كم جزء في حبة جلبان، بالتالي كتاب حول النبات. طبعا هو كتاب علمي، أتحدث هنا عن الكتب العلمية لأن لدينا حاجة ملحة إلى الكتب العلمية. أغلب الأطفال لا يقرؤون الكتب العلمية، خصوصا الكتب التي تبسط العلم والتي تجعل العلم مشوقا. كتاب آخر كيف نحلم، كتاب آخر كيف ننام، هذه كلها كتب ذات طبيعة بيولوجية. لدينا لماذا لا نرى في السماء نجوم خضراء، كتاب آخر ما الثقوب السوداء، هذه كتب حول الفلك. لدينا ما الجينات، كتاب حول الوراثة. كتاب آخر ما الذي تحكيه لنا الأحافير، كتاب حول الأركيولوجيا أو علم الأحافير. كتاب آخر ما السر في زرقة البحر. للإشارة فقط، هذه الكتب هي كتب تتناسب مع أعمار تلاميذ من الابتداء، عفوا من الإعدادي والثانوي، أي من السنة السابعة إلى السنة الثانية عشرة بالتعليم الأساسي. كتاب آخر ما السر في لمعان الشمس. الكتاب الثاني عشر ما العدد، كتاب حول الرياضيات. كتاب آخر ما النسبية. الكتاب الرابع عشر هل الديناصورات مثال حي لفشل التطور. لدينا كتاب آخر هل الزمن موجود.
كتاب السادس عشر: هل يمكن بعد الماموت؟ الماموت نمط من الحيوانات يشبه الفيل، هو حيوان ضخم منقرض. الكتاب السابع عشر والأخير: هل يمكننا السفر عبر الزمن؟ هذا الكتاب مؤلفه فرنسي، كتاب شيق لا يتجاوز كذلك 60 صفحة، حول نسبية إينشتاين وحول نظرية إينشتاين في النسبية وفروضها على مستوى القدرة تجاوز سرعة الضوء والسفر عبر الزمن. بالتالي هذه أفكار مشوقة. هناك مجموعة من الكتب الأخرى، مثلا كتب في التاريخ، كتاب تبسيطي في التاريخ، كتب كذلك في الفلسفة. لدينا مختصر تاريخ العالم، مختصر تاريخ العالم مهم جدا. هذا الكتاب كانت نشرته سلسلة عالم المعرفة، هذا لي اتش غومبريتش، هذا مهم جدا للأطفال وهو موجه للأطفال بالذات، كتاب في التاريخ موجه للأطفال. هناك قاعدة مهمة في حول القراءة، حينما آخذ كتابا وأقرأ فيه ويبدو لي أنه مستعصي أو صعب، لدي خياران: إما أن أواصل القراءة عازما على إنهائه لكي أستفيد على الأقل الحد الأدنى الذي فهمته، أو أنني يجب أن أضع الكتاب وأن أعود إلى كتب أخرى أبسط منه، لأن مستوى الفهم، مستوى القراءة والفهم يطلعنا على إمكانياتنا. من الطبيعي جدا أن الشخص الذي لا يقرأ والذي بدأ القراءة حديثا، تلميذ، يقرأ في كتاب وبدأ له صعب. النصيحة الذهبية هي أن يضعه وأن يقرأ كتاب آخر. وهناك قاعدة أخرى تقول: الكتاب الذي يقرأه عموم الناس ولا يفهمونه، المشكلة في الكتاب نفسه وليس في عامة الناس، لأن الكتب عادة تنشر من أجل التثقيف ومن أجل إفهام الآخرين، إما أن يكون كتابا معجزا وإما أن يكون كتابا ذو تركيبة ذهنية مختلفة لا يفهمها إلا صاحبه. وبالتالي النصيحة الأساسية هي: اقرأوا ما تفهمون، وبعد ذلك تدرجوا انطلاقا من رغباتكم، انطلاقا من ميولاتكم، انطلاقا من قدرتكم على الفهم، لأن هذه القدرة على الفهم تبنى من البسيط إلى المعقد. لا يجوز مثلا أن نأتي مباشرة ونقرأ كتب أكبر من سننا، وهذا عيب تكشفه لجنة تحدي القراءة خصوصا في المراحل المتقدمة من المسابقة على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. غالبا ما تفطن إلى أن الطفل أو التلميذ قد أقحم كتب من المستحيل أن يقرأها، أو أنه فيها تأسف إن قرأها لأنها لا تتناسب إطلاقا مع سنه. إذن لا تكن عبقريا وتحاول أن تفهم ما لا يتناسب مع سنك، لأن بعض المفاهيم لن تفهمها على النحو الصحيح إلا حينما تتدرج من البسيط إلى المعقد. لدينا كتاب آخر هنا، قلت في التاريخ، لدينا عالم صوفي في الفلسفة. هذا كتاب كذلك موجه إلى الأطفال، أو عفوا إلى التلاميذ من سن 14 فما فوق، لأن صوفي بطلة الكتاب سنها 14 سنة، جوستن جاردر. هذا كتاب جامع في الفلسفة حول تاريخ الفلسفة، وهو مهم جدا يعرفنا على الفلسفة. كل هذه الكتب التي قدمتها هنا، قدمتها بغرض اقتراحها على التلاميذ لكي تعينهم في المسابقة ولكي يفتحوا آفاق جديدة، لأن كل هذه الكتب التي قدمتها في هذه اللائحة هي مقترحات من المجال العلمي ومن مجالات أخرى، لأنه للأسف أغلب المشاركين يعتمدون فقط على بعض الكتب الأدبية أو بعض الكتب من مجالات أخرى دارجة ودرج الناس على قراءتها، أو أنها الكتب الأكثر انتشارا. فكون كتاب معين يلقى انتشارا كبيرا، هذا لا يعني أنه كتاب مهم، ولا يعني أنه كتاب فيه فائدة. إذا أن الكثير من الكتب التي تعرف تداولا وشعبية كبيرة، نجد أنها كتب ذات قيمة ربما تكون سطحية، وأحيانا تكون هدامة إذا أنها تكون مليئة بالخرافات إلى غير ذلك. إذا هذه هي مقترحاتي، بعض الكتب أو قصص الأطفال للمستويات الابتدائية، وكتب علمية للمستويات الثانوية.
أتمنى لكم التوفيق في المسابقة. إذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات حول المسابقة أو حول التلخيص أو غير ذلك، لا تنسوا أن تكتبوها في التعليق أسفل الفيديو، وأن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. دامت لكم متعة القراءة. إذا هذه هي روابط المواقع التي حملت منها هذه الكتب أو التي أقترحها عليكم. إلى اللقاء.